السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين أصدقاء متابعين المشاهدين ديال على قناة اليوتيوب. معكم عصام، تحية طيبة لكم وتحية طيبة لجميع المشاهدين ومشاهدات القناة في عدد جديد وحلقة جديدة من أناليز تيرسي كورتيكال دي بليس. كيف ما أجرت العادة، كنتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وتكونوا مرتاحين البال وتكونوا في أمان الله. وشكر كبير صراحة للناس اللي كيدعموا لاشين وكيشاهدوا الفيديوهات ديالها، شكرا. اذا نهار الخميس ديريكسيون لي بودغوم ديال سان كلو اللي غادي يفتح الابواب ديالو غدا مع الكان دي بلوس ديال اللي كيف ما كتشوفوا رينيو اون لا بروميير كورس ديال البروغرام. ديبار غادي يكون مع الوحده و55 دقيقه توقيت المملكه المغربيه. دونك هاد الكانتي هذا اللي غادي يكون مع لي غالوبور يعني في البلا، وغادي يكون اون دي كاب كيف ما اجرت العاده، ريفيرونس زائد 21. وغادي يكونوا معنا ستاج ديال لي بارتون فيميل اي هونغر في الديبار. السن ديالهم غادي يكون هو 4 سنين وما فوق، واهم حاجه هو التيران اللي غادي يكون تخي لو 5.2، يعني خاصنا خيل اللي كدير هاد التيران هذا وكدير بطبيعه الحال 5 لو الكورد اغوش. هذا هو الديكور وهذا هو الديبغيف بالنسبه لاول كانتي هاد لا سيزون هادي في البودروم ديال 5 لو. اذا نبداو التحليل ديالنا مع اول بارتون اللي غادي يكون هو مو وورك ستيب، هاد الهونغر ديال 11 العام، هونغر اللي كنعرفوه مزيان في لا كاتيغوري ديال اللي كانت بلس 41، كانت ديجا في لا كارير ديالو مي باقي كيدير تقريبا كاع لي كورس ديالو، وخصوصا ان البوان فور ديال هاد العوده ده هو لي تيغان لوغ، يعني غدا غادي يلقى التيران اللي كيبغي. سبق لي تا هو ربح يعني في هاد الباركور هذا في 24 11 من العام اللي فات، فواخا عنده 11 العام كيف ما كتشوفوا باقى عنده يعني اعلى فالور. غدا هنا كيبين لانه عاود لي عنده لا كاليتي، على الاقل كتبان لي ان شونس بوغ لي بلاس بروميير شونس. رقم جوج جالاس، هونكر ديال 4 سنين، هاد الهونكر هذا اللي كان موقف في لا كومبيتيسيون شهر جوج ديال العام اللي فات حتى لشهر واحد ديال هاد العام هذا، عاود لي باقي جديد. يلاه 6 ديال لي كورس في لا كارير ديالو كلهم في البيس اون سابل في بغي يعني في الرمله. غدا غادي يكونوا جوج ديال الاسئله مهمين، هو الكازون كيفاش غادي يجري فيه والتيغان لوغ كيفاش غادي يجري فيه، ونقدو نزيد عليهم حتى واحد الحاجه اللي هي مهمه اللي هو الاونديكاب او الاونديكاب غدا بالنسبه لهذا الرقم جوج. فهاد الاسئله كاملين خلاتني عطيتو دوزيام شونس. رقم ثلاثة نيكوليتو، هاد الهونغر ديال 4 سنين غادي يكون أول باغطون ديال لونطخينمون كسافي بلونشي اللي عنده جوج ديال لي باغطون غدا في الكانتي، ثلاثة ديال لي كورس مع هاد لونطخينمون غادي لحد الساعة، وكلهم كانوا في البيس أون سابل في بغي يعني كانوا في الرملة. غدا تا هو غادي يدير لو تيست ديالو مع هاد المدرب في الكاسون اللي كانتي جوج ديال لي كانتي لا صوت لا صورة، مي نقدرو نقولو لأن السانكلو سبق لي جرا فيها مزيان، فغادي نعطيه دوزيام شونس نحطو في الخانة ديال اون كادو نو باردون. رقم ثلاثة نيكوليتو. نمشيو للرقم أربعة أوسيتو، هاد الهونغر ديال 4 سنين، هونغر اللي تا هو غادي يدير البداية ديالو مع لونطخينور جديد بيير غرويل اللي غادي يكتشف هاد العودة غدا في لا كومبيتيسيون، وغادي يبدا في لي بودغوم ديال سانكلو وغادي يبدا في التيران لوغ رقم أربعة أوسيتو. فهادشي كامل تا هو يخلاني عطيت دوزيام شونس. رقم خمسة كارفيغ، هاد الهونغر ديال 4 سنين، هونغر اللي عجبتني صراحة الفيكتوار ديالو ديال 27/2 من الشهر اللي فات، لأنه كان ربح تقريبا يعني بواحد 15 ديال لونغور، يعني واحد ربح بطريقة اللي مهمة، وخصوصا أن التيران كان تخيلو غداك النهار ودار يعني لا ديفيرونس، فتا هو تبيناليزا وطلعت لافالور ديالو 36.5، غادي يدير البداية ديالو في البودروم ديال سانكلو، فتا هو غادي نعطيه إن بخوميييغ شونس على الأقل بوغ ان بلاص، ونشوفو كيفاش غادي يبدا هذا الرقم خمسة كار فيغ اللي كيفما قلتلكم عجبتني الفيكتوار ديالو ديال 27/2. رقم ستة اللي غادي يكون هو موتاغ، دوزيام بارتون ديال كسافي بلونشي، هاد العودة ديال اللي توا شفنا لا فورم ديالو في الرملة في 3/2 في الكانتي ديال 3/2، فتا هو غدا علامة استفهام غدا تكون هو التيغان لوغ والكورد اغوش كيفاش غادي يجرب هاد المعطيات الجداد. هاد الرقم ستة موتاغ اللي غادي نكتفي معاه بدوزيام شونس. رقم سبعة شيري ديو، هاد الهونغر ديال 4 سنين، هونغر اللي شفناه يعني العام اللي فات كان تخي تخي ريغولي وكدير تقريبا كاع الكورس ديالو، وكنت ديما كنقول يعني في التحاليل ديالي على انه هاد العود هذا عنده كانتي بلوس في رجليه، يمتى واش غدا واش من بعد، مي عاود كيبان لي قريب يربح الكانتي بلوس ديالو. غدا غادا تكون لا غونتخي ديالو من شهر 11 ما جراش،
بيان بلاسي ب 36 فالور. المساله ديال لا فورم كيفاش دوز هاد لا بيريود هادي، مي على الورق ان بروميير شونس على الاقل بوغ لي بلاس. رقم 8 هوليوود افريكا، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هونغر حتى هو اللي لي كورس الاخرين ديالو كلهم كانوا في الرمله في البيس اون سابل فيبري، دوزيام في الكاتي ديال 5-1. علامه استفهام غادي تكون غدا هو التيران تخي لو 5.2 بالنسبه لغدا، التيران غادي يكون 5.2، ما ذكرتهاش يعني في البدايه ديال التحليل ديالي. مي كوميم كيف ما قلت لكم بغيت نشوف هذه العوده كيفاش غادي يجري مع هاد لونترينور هذا اللي هو مدوج مع المده طويله، خصوصا انه كيعيط على كريستيان ديميرو اللي غادي يكون هو البارتنير ديالو غدا. اون بروميير شونس بور اون سوربريز. رقم 9 ترابيكو، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي شفنا ربح الكانتي بلوس ديالو في 26-1، تبيناليزات العطلة في الأول ديالو 36، عاود اللي كيبغي لي بودغوم ديال سانكلو وكيبغي لي تيغان لوغ، فغدا غادي يلقى داكشي اللي كيبغي، فميمكنش أنك تلعب بالكانتي وما تلعبوش. لوجيك الرقم 9 ترابيكو بروميير شونس. رقم 10 مورسان، هاد لونغر ديال 8 سنين، هونغر اللي باقي اون فورم، شفنا داك النهار مؤخرا في الكانتي خد فيه لا تخوازيام بلاص في 27 جوج، الكانتي اللي كربحو لينا ازوف الرقم 1، فكان جرى مع هداك النهار مزيان، كان تيغا تا هو تخيلو وكوميم دار لا تخوازيام بلاص، عاوتاني تا هو كيجري مزيان في الفودوم ديال ساكلو، فلوجيك كونفيرماسيون من هاد الرقم 10 مورسان. رقم 11 لومان، هاد لونغر ديال 5 سنين، عاود اللي بدا لا كارير ديالو عند ستيفان واتيل، دار ميتينغ مزيان على في البودروم ديال كان سوغ مير. الاشكال هو انه جديد اللي كورس في سانكلو في هذا الباركور هذا لا صوت لا صورة، مي مع ماكسيم غيو بوغ ان كاتخيام سانكيام بلاس. رقم 12 فيلا داريا، هاد لا فاميل ديال 6 سنين غادي تكون اول فاميل معنا في الديبار ديال كانتي ديال غدا، فاميل لي ريغولييغ غادي دير لا غونتخي ديالها، ما مشاتش من شهر 11 مي ديما كدير لي كورس ديالها او غادي تبدا في لي كاتي. نعطيها ان دوزيام شونس ونبغي نشوفها كيفاش غادي تبدا في هاد لاكاتيكوا. رقم 13 ال مانيفيكو، هونغر ديال 9 سنين، لوطخ ديال دافيد سماكا، عاود اللي كنعرفوه مزيان يعني في هاد لاكاتيكوا، غير 43 كانتي عنده في لاكارير ديالو، غادي يدير لاغونتخ ديالو توا من شهر 11 ما جراش، فالور ديالو نقصات وصلت دابا 33، ولكن بالمقابل عنده 9 سنين فعطيتو دوزيام شونس. رقم 14 يوغوك، هاد لونغر ديال 7 سنين، هونغر اللي تا هو كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 11 شهر 1، شفنا لا غونتخي ديالو اللي تكلاسا فيها نون بلاسي في الكانتي ديال 26-1، مي ردوا البال غدا غادي يلقى الديكور اللي كيبغي، غادي يلقى سانكلو تيغالو فالور كتب ليا مزيانه في البات تابلو، لوجيك ان بروميير شونس ميم بور لاكان. رقم 15 ريد وان، هاد هونغر ديال 7 سنين، هونغر اللي شفناه ربح الكانتي بلوز الاول، ربح جوج ديال اللي كانت في لاكارير ديالو كلهم كانوا في هاد لي بودغوم هادو في هاد الباركور هذا، الاول كان يعني بلا كازاك ديال اكا خان في 14/9 من 2021، والثاني كان في 2/4/2022، وكان يعني حتى هو في هاد لي بودغوم هادو في هاد الباركور هذا، فلونترينور ديالو جرى مع لحد الساعه جوج ديال لي كورس، واش باقي محافظ على يعني على لا فورم اللي كانت عنده في البدايه ديال لاكارير ديالو ولا لا، حتى دوزيام شونس فاش يدير لو ريسك. نكملوا مع رقم 16 انولين، هاد لا فاميلا ديال 4 سنين، فاميلا اللي عندها جديد اللي كورس مع هاد لونترينور الجديد ديالها اللي هو شارل لي كريفان، فنبغي نشوفها غدا في الكانتي كيفاش غادي تجري هاد الرقم 16 انولين مع هاد لونترينور الجديد ديالها. اذا الاصدقاء المتابعين المشاهدين ديالي على قناه اليوتيوب، هذا هو التحليل ديالي بالنسبه للكانتي ديال غدا في لي بودروم ديال سانكلو، كنتمنى لكم بون شونس وبون كانتي، ونتلاقاو في الكانتي اللي غادي يكون نهار الجمعه في لي بودروم ديال اونغان. الى ذلك الحين كان معكم عصام، تصبحون على خير، باي باي.